ومع قرب زيارة ذكرى استشهاد الإمام الحسن العسكري عليه السلام تتضاعف أعداد الزائرين الوافدين لمدينة سامراء وسط إجراءات أمنية وخدمية عالية. وليد علاء والتفاصيل. مسيرة سلمية جديدة تشق طريقها لسامراء، هدفها مرقد الإمامين الهممين عليهما السلام، ودافعها العقيدة الراسخة التي شحذت الهمم وأوقدت العزيمة في نفوسهم، ليروا في قطع مئات الأميال سيرا على الأقدام رغم حرارة عجوز القيض هذه الأيام إلا ثباتا وتجديدا للموقف في المواساة ورفض الظلم وتحقيق القرب الدائم من آل بيت النبوة الأطهار أفراحا وأتراحا. معروف بأنه يشترك فيها كل العراقيين من الشمال إلى الجنوب. الأوضاع الحمد لله يعني تجري بصورة جيدة هناك، حيث يأتي الزوار، ونظرا للأعداد الغفيرة فإن هناك عدد من الزوار يذهبون إلى أحبتهم من أهالي سامراء ويقيمون عندهم، والحمد لله جاينا اليوم بوفاة الإمام علي الهادي والحسن العسكري وكل الزوار على عين وعلى الرأس. ولتغطية متطلبات هذه الجموع المليونية وتجنب ما يعكر أمنها وصفوها، وضع المعنيون الخطط بعد دراسة الاستقبال والتفويج العكسي بمساندة الأجهزة الحكومية والقوى الأمنية والتنظيمية، وسخرت لأجل هذه الوفود القادمة من مختلف المحافظات والبلدان جميع الإمكانيات المتاحة من الكوادر البشرية والآلية والفنية للاستجابة لمختلف الاحتياجات الطارئة وغيرها. أعد قسم الشؤون الدينية والفكرية في العتبة العسكرية المقدسة مجموعة من البرامج الثقافية والتوعوية الخاصة بهذه المناسبة، منها إقامة المحاضرات الدينية والمراثي التي تبين الدور الذي قام به هذا الإمام الكبير. وتنتشر في خطوط مسير الزائرين منشآت كسرادق ضيافة مدعومة من قبل الأهالي بمواد لوجستية مختلفة لتحضير الأطعمة والأشربة ومحطات الاستراحة اللازمة. إن شاء الله منا لحد يوم الجمعة الصبح. كم وجبة تقدمون؟ ثلاث وجبات، فطور وغدا والعشاء. شنو خطتكم بالأكل؟ شنو حسنون؟ على هالليلة هذه إن شاء الله دجاج شوي، تقلا وبوتيته. بالنسبة أن إحنا جبنا ما يقارب 150 كيلو دجاج و200 كيلو لحم دجاج، فالخدمة متوفرة. وشهدت أيام الزيارة العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية والإرشادية وحتى ما يتعلق بمكافحة المخدرات، فهي فرصة لبث ما هو مفيد على الصعيد الإنساني والصحي والنفسي بين تجمعات بشرية كبيرة. من سامراء، وليد علاء، صلاح الدين.